وينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. أبدأ بكلمة نتنياهو اليوم أمام مجلس الحرب، والتي وجه فيها رسالة للقادة العرب بأن يساعدوا في حربه على حماس. إذن ما الذي يفهم من هذا الكلام؟ تحياتي اولا. يعني نتنياهو يعرف جيدا تماما ان الموقف العربي والموقف الاسلامي هو على جانب القضيه الفلسطينيه، ولو كان هناك بعض يعني الدول عندها موقف مثلا من جماعه الاخوان المسلمين، ولكن كان هناك حكمه كبيره من الدول العربيه والاسلاميه تعاملت مع موضوع غزه انه اكبر من حماس واكبر من غزه حتى، هو موضوع القضيه الفلسطينيه. وهم على تمام الادراك من هو نتنياهو وانه يكذب وانه لا يريد السلام وهم يريدون السلام. ومشكله العرب والمسلمين هي ان امريكا يعني تدعم اسرائيل بشكل غير محدود، لذلك ليس هناك حل، فاخر من يسمع له هو نتنياهو. هو دكتور، اذا كانت بسنت تحدثت عن ان نتنياهو توجه أثناء هذه الكلمة أمس إلى القادة العرب، هو أيضا وفي ذات السياق تحدث إلى القادة في الغرب وربما للولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر، حين كان يقول أنه بعض الدول الغربية، وأنت كما تعلم مثلا فرنسا كانت تشير من وقت إلى آخر بضرورة الحفاظ على أرواح الناس في غزة وما إلى ذلك. هو أيضا رفض هذه الدعوات من الدول الغربية، يعني وكأنه في عتاب لهم يقول لهم اكتفوا فقط، دعونا نحن نعمل. هو قال ذلك صراحة، فهو لم يتحدث فقط إلى قادة العرب، ولكن أيضا هو رفض أيضا كل النداءات حتى من الدول الغربية. نعم، هذه الدول عندها مصالح أكبر من نظرة إسرائيل إلى الموضوع. ما إسرائيل نظرة ضيقة جدا، هي في مرحلة انتقام وتشفي وإجرام وكسر إرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة وإنزال ضربة قوية بغزة، يعني تجعل غزة مكان غير صالح للحياة. الغرب ينظر إلى ما يحصل بغزة بذهول، يعني 11,000 ضحية، دمار شامل. يعني صحيح هم أخذوا موقف إلى جانب إسرائيل، ولكن في ضغط عالمي أن ما يحصل هو يعني في قانون دولي، في حقوق إنسان، في معاهدة جنيف، وكل هذه أمور يعني الغرب كان خلفها. يعني كل هذا موضوع حقوق الإنسان هو من اختراع الغرب، وكل هذه الاتفاقات الدولية من اختراع الغرب. فعندما يجاهدوا هذا الكم الهائل من الدمار والقتل والضغط بالشارع عندهم من المظاهرات والاحتجاجات، هناك ضغط عليهم أيضا أن يتميزوا عن هذا الموقف الإسرائيلي المتوحش في هذا الموضوع. نعم، يعني بما أننا نتحدث عن حقوق الإنسان، فيوآف جالانت قال في نفس المؤتمر، تحدث بنبرة بها عاطفية ونبرة بها نوع من الاستمالة، تحدث عن طفل رضيع، هذا الطفل خطف وهو لدى حماس الآن. هذه السياسة ترجعنا إلى سياسة المظلومية التي انتهجتها إسرائيل في بداية أحداث 7 أكتوبر، ولكن هل هذه المرة ستنجح هذه السياسة في شحن المزيد من الرأي العام العالمي في اتجاه إسرائيل، أو ليكون متعاطفا أكثر مع إسرائيل؟ لن تنجح. يعني أنا أتابع التغطية الغربية لهذا الموضوع، يعني من يشاهد التلفزة العربية وتغطيتها لهذا الموضوع وينظر إلى الإعلام الغربي، أنا أنظر إلى الإعلام CNN والفوكس، CNN أكثر. CNN اليوم كانت تنقل عن وضع المستشفيات، الوضع الإنساني، عن الصليب الأحمر يقول عن وضع المستشفيات، فهناك يعني صار الوضع يفرض نفسه عليهم، يعني صرنا بعاد عن ما حصل في أكتوبر 7 أكتوبر، واليوم نشاهد يوميا هو هذه الضربات. وتريد يعني اليوم هي يعني كانت تقول غير صحيح أنها هجمت على المستشفى الأهلي، ولكن اليوم هي تستهدف بشكل مباشر المستشفيات. وهذا أمر يعني جلي، من الأول يعني كانوا يريدون القضاء على ضرب المستشفى الكبير الشفاء في غزة على أساس ادعائهم أن هناك قاعدة أو مركز عمليات لحماس تحت المستشفى، مع أنه يعني غزة منذ زمن قالت أن هذا غير صحيح، وأرسلوا مراقبين دول
الدوليين ليشهر بأنفسهم. يعني أنا ليس هناك قاعدة لنا أو مركز لنا تحت المستشفى الشفاء، ولكن هي حملة إبادة ضد غزة. يعني هناك حقد كبير على غزة، يعني لو استطاعوا، وهذا فضحتهم، يعني هم يفعلون وأقوالهم أيضا تفضحهم. إذا كان وزير يقول نضرب غزة بقنبلة نووية، عمليا هم ضربوها بأكثر من قنبلة نووية. يعني هي حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، فيقولوا انتقلوا من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، ويضربوهم وهم ينتقلون، وليس هناك أي مكان آمن في كل غزة. فهذا يعني هذا الموضوع، الطفل هنا وهناك، يعني صار قديم، موضوع قديم. والقتل هذا الحجم الهائل، يعني الغارب مدهوش من الكمية الهائلة من القتل والدمار التي تقوم بها إسرائيل. يعني هم عطوها لو أخضر، ولكن بعتقد تفاجأوا بكمية القتل والدمار الذي قامت به إسرائيل.